بما انه كنا نحكي عن التغذية وكنا نحكي عن الغذاء مع علا نيروخ ونوعية الأكل، راح تكون معنا أخصائية التغذية سماح عايش، راح تحكي لنا عن سلبيات وإيجابيات الوجبات الخفيفة. فتخيلوا يعني مبارح وإحنا أدور على جوجل، يعني إحنا عادة نحب نأكل الوجبات الخفيفة يعني الوجبات اللي تقيلة، نعتبرها أنها هي جيدة يعني عشان هيك الواحد بيأكل وجبات تقيلة عشان ما فيش داعي ما يلجأ للوجبات الخفيفة. يعني حتى نحن من مثلا لما يبعثونا الإعداد زملائنا نحن كمان بنقرأ من عند فما لقيت حتى بجوجل شيء يفسر السلبيات وإيجابيات الوجبات الخفيفة. نعم. الخفيفة. فمع سماح رح نتعرف أكثر. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك، صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا سماح. يعني شو هالموضوع الغريب؟ الغريب. نحكي اليوم عن وجبات خفيفة وإلها إيجابيات. بنعرف إنه إلها إيجابيات بس طبعاً. سلبيات للوجبات الخفيفة هن. شو بتكون؟ وخلينا نبلش. هلا السلبيات بتكون تريكي ونحن مو حاسين فيها. أوكي. فلهيك هي إلها سلبيات خفيفة إذا ما عرفنا نستخدم السناك صح. تمام. هلا دائما بنزول الوزن دائما بننصح انه لازم يكون في سناكات لحتى نخفف من كميه الوجبات الرئيسيه عشان ما نوصل مثلا وقت الغداء نكون كثير جوعانين. أوكي. فمنخفف من كميه الاكل اللي رح ناكله وقت الفطور او وقت الغداء او وقت العشاء. تمام. بس ايش هو السناك اللي رح ناخده؟ في ناس عم بياخذوا السناكات بطريقه مبالغة، بطريقة عفوية، مو عارفين شو في الإشي اللي عم بيأكلوه من سعرات حرارية مخفية. أوكي. على أساس إنها صحية. تمام. فلهيك هي ممكن تكون إلها سلبيات. فمثلاً يعني ممكن نحكي عن المكسرات، إن إحنا لازم نأكل مكسرات ما حنقدر نأكلها بالوجبات الرئيسية، أو بنحاول للناس اللي بدهم ينزلوا وزنهم إنهم ما يأكلوا المكسرات على الرز، ما يأكلوها مقلية، فمنحاول نحطها بين السناكات. تمام. بس قديش الكمية اللي بدي أخذها؟ أوكي. في ناس بحطوا مثلاً صحن بقولوا طب ما هي المكسرات صحية، وأنتي قلتي لنا إنه نأخذها كذا كسناك. كمشي هي مفروض على قد الإيد. كمشي على قد الإيد. فهم بيستغربوا إنه لا أنا أكلت الزبدية ما هي صحية. طب هو الزبدية أبصر كم من كالوري تقريبا فيها 600 سعرة حرارية. فوجبة عشاء طبعا قال أنا ما بتعشى بس باكل فواكه. كم حبة فواكه عم تاكل؟ وصلوا 8-9 حبات فواكه أو جات الفواكه عم بياكلوا هم مش حاسين. أوكي هي لغو مفيدة. وجبة الغداء هي مفيدة بس كلها سكريات. إحنا مثلا مسموح للشخص من حصة لحصتين فواكه ممكن يتعدوا 7-8 حصص وهم مش عارفين. صح. يعني بالنسبة لموضوع يمكن خلينا نحكي كميات الأكل بشكل عام دائما يمكن توازن مطلوب بالغذاء. طبعا. حتى عادة بيكون في يوم بالأسبوع اللي هو بنحكي التشيت داي اللي ممكن تاكل فيه أي شيء جانك فود. بس بدنا نحكي عن الكميات. يعني أنا لما بدي أحسب كميات الأكل اللي بدي أكلها كيف بدي أحسبها وبناء على إيش؟ هل لازم أنا أراجع أخصائي أم ممكن أنا ممكن من خلال الإنترنت أو من خلال إني أقرأ أعرف شو آكل وقديه الكمية لازم آكل؟ هل حسب إيش التارجت اللي أنت بدك تعمله؟ يعني مثلا أنت بدك تنزل وزن لازم يكون تحت إشراف أخصائي تغذية لحتى نحدد شو نوع الدايت المناسب لإلك عشان ما ترجع تنصح مرة تانية. تمام. ثاني شيء ممكن في شباب والأكثر الشباب بيحاولوا إنهم يزيدوا الكتلة العضلية. برضه لازم نحكي لهم إيش ياخذوا قبل التمرين إيش ياخذوا بعد التمرين مشان تزيد الكتلة العضلية بطريقة صح. في ناس بدهم يزيدوا وزنهم فبرضه ممكن يعملوها مثلا او يزيدوا الاكل بكميه مش مناسبه زي ما هم محتاجين. بس دائما بكل البرامج يعني بكل برامج التغذيه دائما بيكون التوازن مطلوب. يعني دائما حتى لما بدك تنصحي بيكون باسلوب معين ولما بدك تنحفي برضه باسلوب معين. هلا شوف بغض النظر شو نوع الدايت اللي نحن بدنا نمشي عليه هم في 5 مجموعات لازم ناخذ منهم كل عشان ناخذ كل العناصر الغذائيه اللي احنا بدنا اياهم. لازم يكون باكلك بروتين، لازم يكون باكلك كربوهيدرات، لازم يكون باكلك خضار فواكه دهون صحيه ومي. تمام. هدول الاشياء ومنتجات الالبان اكيد. هاي الاشياء كلها لازم ندخلها كل يوم بالحصص المناسبه مع الوقت ومع التكرار ومع القراءه والتوعيه اكثر بتصير تعرف قديش انت مسموح لك من كل العناصر والمجموعات الغذائيه اللي احنا لازم ناكلها. يعني مرات تتجمعوا مثلا العيله بتحكي احنا ما بدنا نعمل شيء ثقيل، بنعمل مثلا شيء خفيف تشيز بلاتر، بنعمل تشيبس ودب،
طبعا الدب ما بيكون مثلا مع لبن وهيك، بيكون لا مثلا تشيدر تشيز هيك مع هالابينو، يعني اشياء دسمه مكسرات، زي كانك ماكل بجوز جنك فود وجبه كامله اكثر كمان، يعني طب ممكن تلحق ل 600 700 كالوري وانت بس هيك عم بتتنقرش زي ما بيحكوا. والكراكرز هدول اصلا ما هو مثلا مفيد. طب هو البوب كورن، في البوب كورن بنعمل بالمايكروويف، ما هو ابصر كم من سعره حراريه اللي فيه الزبده والزبده حسن دهون مهدرجه، يعني في اشياء خفيفه احنا حاطينها زي ما قلتي ضيافة ونقريش خفيفة، بس قديش فيها سعرات حرارية مو حاسبينها من السناك. طب كيف بدنا هلا شوفي بجمعات الصيف، يعني انت ما بتقدر تمنع الجمعات واللمات الله يديمها بكل بيوت، وهي بعد ما خفت كورونا والأغلبية أخذ مطاعيم وصرنا حتى واحد إن شاء الله بدنا نشوفنا جد، فبكون هناك تباعد يعني بشكل أو بآخر، وماخدين المطاعيم متجمعين. ايش نحط نوعيه الاكل؟ يعني في ناس كثير بحبوا التشيز بلاتر، يعني بحكي لك انا خلص هذا موجود خلص صرت تراديشنال، وهلا بنشوف حتى جاهز عم ببيعوا. في ناس بحبوا مثلا التشيبس دب الكراكرز بشكل او باخر، كيف بدي اجيب مثلا انواع الجبنه اللي ما يكونش فيها كالوريز كثير، الدب البوشار كمان والبوب كورن؟ هلا شوفي ممكن نعمل هلا طبعا بمساعده يعني لازم اكيد انه نخفف الاشياء اللي فيها سعرات حراريه عاليه، مثلا الدب ممكن نحط نص مايونيز نص لبن. أوكي. ممكن نخفف ما ممكن نحط بهارات بدل مرقة الدجاج أو الدب اللي فيه كتير أشياء. أوكي. ممكن نحط فيه زعتر ناشف، أوريغانو، نعناع ناشف، هاي الأشياء كلها اللي ممكن تعطي طعمة بس بنفس الوقت أنت عم بتحطي لبن أكتر من، أو مثلا ممكن تحطي لبنة مش مايونيز. أوكي. ممكن تخففي من الأشياء اللي فيها سعرات حرارية، تختاري الأشياء اللي فيهم يكونوا دايت، يكونوا مثلا سكامت، الأشياء اللي أخف منزوعة الدسم مثلا للدايت بشكل الشيبس ممكن نحاول ممكن نحط خضرة أكثر، نحاول نخفف الكميات، يعني أوكي حطي بس بدل ما يكون الصحن كتير كبير حطي كمية أقل للناس بتتوزع. منشوف هلا صار في خضرة أكثر، بتيجي تشيبس بتيجي زي التشيبس، هذا شو رأيك فيهم؟ هذول بالعكس مناح، عم تاخذي انت خضار عم تتسلي بإشي ما في سعرات حرارية، مش يكون بيكت مش فرايد مثلا، مش فرايد. وبرضه ممكن تحطي خضرة طازجة تشجعي الأطفال انهم عم بشوفوكي عم تاكلي خضار، تشجعي الأطفال انهم ياكلوا، وبتشجع الناس لما يشوفوكي عم تناقشي حي يجي عبالهم ينقرشوا خضرة فعم بياكلوا شيء ثاني. طيب احنا عم نحكي عن النقرشة لأنه كاتي تطرقت لموضوع شكلها من المحبين اللي تنقرش مع الدف، فبس احنا نيجي بعد الفقرة هاي بيكون في فقرة الحلو دائما لازم يكون موجود على الطاولة بأنواعه. بدنا اياهم خلينا نحكي عن كيف ممكن أنا أكل حلو أو شو أنواع الحلويات اللي خلينا نحكي ما بيكون فيها سكر عالي وممكن أنا أخذ جرعة السكر بطريقة أو بأخرى أشبع نفسي. كل حدا بالدنيا بحب ياكل حلويات بس هي لقمه وعشر لقمات واحده، صح؟ يعني بدل ما تاكل قطعه كيك مثلا كل قطعه كيك، او ممكن حابب تاكل او تجرب كل الانواع، ممكن مثلا تاخذ لقمه لقمه بتجربهم تحس انك انت اكلت كل الانواع واكلتهم، بدل ما تاكل من كل بايركس قطعه كبيره تاكل كميه اقل. مثلا حسيت انهم هم عاملين شيء، انت اختار الشيء اللي انت بتحبه اكثر شيء، والباقي مثلا ممكن للجمعة الثانية ممكن لإشي انه ما يكون كل احنا كله بصحن واحد بنحطه فوق بعض، يكون كل الموجود على تلاقي التبولة مع الكيك مع كل شيء كل شيء. طب كمان ننتبه للعصائر، انا الاشخاص اللي بحب مثلا العصائر الفريش حتى لما بدنا نطلع، ولكن استغربت مره من المرات طلبنا عصير بطيخ طلع فيه سعرات حراريه كثير عاليه، حتى اذا بتاخذي مثلا خلينا نعطي بس هيك نوع من انواع الوصفات، مثلا الجرينادين مع المشروب الغازي، طبعا هو الجرينادين والمشروب الغازي، حتى البيريز ميكس برضه نفس الشيء فيها كثير سعرات حراريه عاليه، كيف بدي اشرب عصير بالصيف بس ما يكون فيه كثير سعرات عاليه؟ هلا هاي مشكله المشروبات، نحن كل المشروبات سواء ساخنة أو باردة فيها سعرات حرارية مخبية ونحن مو عارفينها، تعتبر سناك بس نحن ما بنحسبها، لهيك لها برضو سلبيات. هلا كيف بدنا ندير بالنا بهاي الأشياء؟ زي ما قلت لك مثلا المشروبات الغازية جيبيها دايت زيرو، أي شيء تكون زيرو شوجر عشان نخفف من الكالوريز. إذا أنت شربتي مثلا عصير بهذا اليوم نحاول نخفف فواكه لأنه أنت أخذتي حصتك من الفواكه.
اي نعم العصير حيكون الحصص الغذائيه للفواكه اكبر، لانه الحبه ممكن تعمل لك نص كاسه، فانت الكاسه بدك تاخذ 3 لـ4 حبات صحيح، حتاخذ اكثر من هذا ورح تجوعك اكثر، لانه السكر اللي فيها بنهضم اسرع من حبه الفواكه كامله. بس لو مثلا باليوم قطعت انك تشرب كاسه عصير من اللي انت بتحبه مش رح ياثر، بس بدنا نوازن بالاكل اللي نحن عم ناخده، نحاول نسيطر اكثر على كميه الاكل اللي رح ناكلها اذا بدنا ناكل شيء نحن حابينه، ونخفف من شيء ثاني. نحكي اهم شيء يمكن العنصر اللي دائما موجود، المي. قد ايه مهم المي بعمليه الهضم، قد ايه مهم بالجسم، قد ايه ايضا مهم لحتى يعني احنا بنحكي عن وجبات خفيفه اليوم تحديدا، بس حتى بموضوع الكالوريز المي مفيده بهذا الخصوص. اولا نحن المي طبعا لازم نشرب من 2 لـ3 لتر، زي ما قلت هي بتحسن عمليات الهضم، بتزيد من عمليات الحرق، بتدخل بكل العمليات الحيويه الموجوده في الجسم، اي نقص فيها ممكن يؤدي لنقص من العمليات الحيويه. ثاني شيء نحن مرات بنكون عطشانين مجوعين، مستقبلات الجوع والعطش وحده صح، فنحن لازم نشرب مي اكثر مشان نخفف من كميه الاكل المستهلكه. ثالث شيء اللي هي نعوض، في ناس بيشربوا العصير بدل المي فبيفكروا حالهم عم بيشربوا مي، لا نحن عم نشرب مي نخفف من كميه العصير، نخفف من كميات المشروبات الغازيه اللي نحن بنشربها لتعويض للسوائل اللي نحن فيها، والدنيا كثير شوب بدنا نحاول نعوض السوائل اللي نحن بنشربها. البوظه او الايس كريم كمان فيها سعرات حراريه عاليه، كمان في ناس بتعملها ميكس مع العصير، فكيف بدي اكل بوظه بس بعيدا عن السعرات الحراريه العاليه؟ نعملها بالبيت. نعملها بالبيت ناخذ وصفات صحيه بحليب او لبن لايت، اوكي، نحط فيها فواكه طبيعيه من الموجوده عندنا بالبيت. هاي مخلي علا بالضبط، شوف علا تعلمنا كيف ممكن نعمل بوظه يعني صحيه بشكل حراريه اقل. شو رأيك كاثي؟ كاثي من الأشخاص اللي بتهتمي بهاي الأمور بالكالوريز. أنا بهتم بحسب، بس مرات بتطلع الموضوع من إيدك تفقد السيطرة إذا في حال جمعة يعني خلط. ما اسمع كمان بتيجي مثلا من الناس متجمعين إنه لا معلش عاملة دايت، لا ما بهيك بتطلع فيك إنه يعني ليه فبتضطر إنك تأخذ لك 3-4 صحون وبتخلص الجمعة وبتصير تقريب الضمير ببلش بعد شوفي أنا هاي دائما بقولها للناس اللي بيعملوا دايت، ما تحكوا للناس أنكم أنتم عاملين دايت، لأنهم بصيروا يشدوا عليك أكثر أنك تأكل، مش يلا مش اليوم خذها فري، فما تحكوا للناس أنكم أنتم عاملين دايت، حاولوا تعملوا كنترول أنتم بناتكم، كل وما تحرم حالك بس بالعقل إن شاء الله. سماح إبراهيم يعني شكرا لك أخصائي التغذية سماح عايش على النصائح اللي أعطيتنا إياها لليوم بخصوص الوجبات الخفيفة وكيف ممكن دائما ندير بالنا على صحة أجسامنا. كل الشكر. أهلا وسهلا.